السلام عليكم ورحمة الله. شوف انت عاوز زي مع الريجيد بودي ده مثال بسيط للريجيد بودي. الدرس ما يكون مثالين للريجيد بودي ده أول مثال. نبدأ ملف جديد. هنشئ طبعا بلين وليكن سكيل 10 سكيل 10 وهيكون في عندي بلين هعمل ديفايد 6 واختار 3 فيسز واحذفهم. بعد كده اعمل اكسترود 0.2 في اتجاه الزد، اعمل دوبليكيت 0.2 في اتجاه الزد واحرك ده كده على زد تنبرج. اذا عندي ده كده الري الطول 40 سنت لان 20 و20. بحرك ده كده شيفت دي في الزد بوينت 4. بعد كده بالشيفت ار اكرر الكلام ده وليكن 8 او 7 مرات. كويس جدا. بعد كده اختار كل العناصر واحركها او انقلها لي كوليكشن اسميها وليكن كل. بعد كده الكوليكشن ديت ممكن ان انا جوين اختار الكل و سيبرت باي لوز بارتس واعمل سيت اوريجين تو جيومتري. اذا عندي كل عنصر مستقل بذاته، كل عنصر ليه اوريجين معين كالتالي. اختار عنصر واحد وهاجي في في قائمة ريجيد بودي. اولا هقول ان ده كده ريجيد بودي. الماس وليكن 0.4 بوكس وعبارة عن داينامكس دي اكتيفيشن وستارت دي اكتيفيتد. اختار كل العناصر واختار اول عنصر انا عملت له ريجيد بودي سيميوليشن. وقت الريجيد بودي كوبي فروم اكتيف. اذا كل عناصر لها نفس الريجيد بودي البوكس وستارت دي اكتيف. ده كده عبارة عن باسيف وهيكون في عند العنصر اللي فوق هنا كده وليكن. فهختار هنا وليكن اضيف ممكن نقول ايكوسفير. ايكوسفير عبارة عن ريجيد بودي وزنها 10 كيلو. هقول ان هي سفير او كونفكس واكتف. بعد كده ناتي في ريجيد بودي وهقول ان الكاش 300 وهعمل بيك داينامكس. هعمل بلاي هجد ان ده كده النتيجة عندي. طيب يعني مش هي دي النتيجة المطلوبة، لكن فاحنا ممكن نحرك السفير هنا كالتالي، نزود السايدز نحركها كالتالي ونعمل ريبيك. بعد انتهاء البيك ممكن نعمل بلاي. فإذا دي النتيجة عندنا. طبعا أيضا مش دي النتيجة المطلوبة، فاحنا ممكن نستخدم يكون في عندي هنا وليكن سلندر وتكون أكتيف ريجيد بودي وأكتيف الوزن وليكن 4. يكون عندي في هنا في عندي هنا كده أكتيف أيضا تورس مونكي ريجيد بودي والوزن وليكن 6. وبرضه نعمل ديليت اول بيكس وبيك اول داينامكس. طيب بعد البلاي لما تتساقط الهدف اللي كانت العناصر تتساقط، فاحنا ممكن احنا نقلل الوزن. فلو قللنا الوزن هنا في ريجيد بودي نقلل الوزن شوية، يعني نخلي الوزن مثلا البوكس ده كده نخليه 0.1. select all و select العنصر هذا و objects rigid body copy from active. هو الهدف ان انا من تساقط العناصر نعمل طبعا rebake، نعمل play. دلوقتي كده العناصر
كسرة تتساقط. طيب ده كده أول مثال. هو الموضوع محتاج ترايل أند إيرور، تجربة أكتر مرة. خلينا نشوف في المثال التاني. هنقول إن في عندنا هنا كده سوزان مونكي، هيكون أيضا ريجيد بادي، ولكن المرة دي بس أنيميتد في عند الفريم الواحد. هيكون عندي هنا لوكيشن روتيشن، عند الفريم الـ60 هيكون نعمل بقى ديليت لكل البيك جي في الاكس. هنا كده انزلت لوكيشن روتيشن، نعمل بلاي. ده كده نتيجة عندي. ممكن ان انا اعمل دوبليكيت هنا، وده كده كلير فريمز، ده كده لوكيشن، وفي الفريم 55 جي في الاكس كالتالي. ممكن ان انا احذف كل بيكس بكل بالانكس. فإذا ده النتيجة عندنا. طبعا كل ما نغير الوزن، لو غيرنا وزن انا عامل وزن هنا وزن 100 جرام، لو غيرنا وزن البوكسات فطبعا السيميوليشن هيختلف، لو غيرنا الوزن طبعا السيميوليشن هيختلف. ده كان باختصار اكتر من مثال على الريجيد بودي. الدرس القادم ان شاء الله هستكمل موضوع الموديلنج تيبس وتريكس.